خليني اخرج بتليفون مهم لمدير فني منتخب مصر السابق وهو كابتن عاصم السعداني. مساء الخير كابتن عاصم. كابتن عاصم. ايوه يا باشمهندس معاك. كابتن عاصم ازاي حضرتك؟ ازيك ازيك يا باشمهندس خالد، اخبارك؟ كله تمام. معايا نجوم مصر كابتن هاني الفخراني، كابتن ابراهيم المصري، دكتور محمد شوقي، وكمان كابتن احمد عادل. يا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، سلم لي عليهم جدا. سامعين. ازيك يا كابتن عاصم؟ كلهم ليهم ذكريات جميله معانا يعني. النهارده بنحتفل بالفوز بالنجمه السابعه لمنتخب مصر، معانا النجوم النهارده يعني بجد مشرفينا واسعدونا. شفت الموضوع ازاي يا كابتن عاصم من المره دي، من مكان المشاهدين او المتفرجين، شفت ازاي بطوله افريقيا؟ طبعا انا يعني اولا طبعا ببارك لهم، ببارك المجموعة كلها. مستوى أداء راقي، مستوى أداء عالمي، مستوى أداء ممتع. يعني أنا قاعد بتفرج وأنا بستمتع بأدائهم، بعيدا بقى عن أي حاجة، قاعد كمتفرج مستمتع بأدائهم ومستمتع بثباتهم ومستمتع بتطور أدائهم الدفاعي، يعني قاعد مستمتع بصفة عامة. فهم أمتعونا غير النتيجة، وبعيدا كمان عن النتيجة هم أمتعونا جدا وزودوا سقف الطموحات بتاعنا كأسرة كرة يد وبتاعنا كمشجعين، إن خلاص إحنا على أعتاب إن شاء الله، إن شاء الله ميدالية أولمبية، إن شاء الله إحنا على أعتاب ميدالية في كأس العالم. يعني سعادتي لا توصف بيهم طبعا، لأن منهم اولادي ومنهم اخواتي الصغيرين ولينا مع بعض ذكريات كبيره جدا، بالذات في مباريات تونس. ببارك لهم تاني، وخلاص احنا مستنيين منكم بقى الكتير ان شاء الله. كابتن عاصم انا كنت يعني فعلا لك بصمات على النجوم اللي قاعدين قدامنا، لكن كابتن هاني الفخراني النهارده خلاص اعتزل ودخل في سلك التدريب، فالموضوع تقول له ايه كده في بداياته، خلاص بعد سنتين ثلاثة خبرات تقول له ايه في بداياته، وحاجة مهمة كده هو عايز يتكلم مع حضرتك. لا اقول له انا الاول. ازيك يا كابتن عاصم؟ كابتن هاني الفخراني معاك. كابتن هاني ازيك؟ ازيك يا كابتن عاصم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامة الأول. و ألو. ايوه الو. لا الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. اتفضل يا كابتن عاصم. اولا انا ببارك لك طبعا على المستوى الاداء الرائع، لان انا عارف ان انت جزء منه، وعارف ان انت طموحك في التدريب، وانا املي، ويمكن ده انا قلته لناس كتير جدا جدا، ان كابتن هاني الفخراني هو نوال مدرب كبير جدا جدا، وهيبقى ان شاء الله في القريب العاجل هيبقى مدرب من المدربين المرموقين في مصر. فانا بطالبه بان هو يستمر في تركيزه ويستمر في ادائه العالي، وان هو متابع كل حاجه حديثه، ويعني دايما يبقى طموحه عالي جدا جدا جدا، وان شاء الله هيوصل. ان شاء الله هيوصل. هو عايز يقول لحضرتك كلمتين على الهوا. هو قال لي انا عايز اكلم كابتن عاصم السعداني. اتفضل يا كابتن هاني. ازيك يا كابتن عاصم؟ ازيك يا كابتن هاني؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نورت مصر يا حبيبي. الله يبارك فيك حضرتك يا كوتش. يمكن الناس ما تعرفوش كابتن عاصم، يعني في بدايات انا في الهاندبول وانا لسه في منتخب الشباب لاعب، كان هو من اكتر الناس الداعمين ليا، وكانت اكتر الناس المؤمنه بيا، ويعني الصراحه لي فضل كبير عليا ان انا ابدا مشوار الدولي من بدايه منتخبات الشباب الناشئين وبعدين الشباب. وبعد كده طبعا كان لي فضل كبير برضه ان انا اروح النادي الاهلي، دي في بداياتي. ومن يعني طبعا كابتن عاصم من احد المدربين الكبار اللي في مصر وليه تاريخ كبير في مصر، والصراحه اتعلمنا منه كتير سواء لعيبه او مدربين. والكلام اللي كابتن عاصم قاله دلوقتي كان الكلام ده اول مره اقوله. هو من اكتر الناس اللي كانت بتدعمني من ساعه ما رجعت من بره، بدات مشوار التدريب بتاعي، وكان هو عارف كواليس تماما دي. ولا هو يمكن كان قبل كده كنا اتكلمنا مره، وكان نفسه ارجع النادي الاهلي وابدا مشواري هناك، وكان داعم ليا جدا في الموضوع ده. انا بشكره طبعا على الكلام الجميل اللي هو قاله، واتمنى ان انا اقدر اوصل للنص اللي هو قاله، واقدر باذن الله ابقى يعني حاجه مشرفه لبلدي والناديه ولنفسي في الاول يعني. اكيد يا كابتن عاصم، يعني انت سمعت كابتن هاني الفخراني. انا سمعت طبعا وسعيد جدا بكلامه، انما انا بحب اوضح حاجه مهمه، ان هاني اثناء مشواره كلاعب هو لاعب ملتزم، لاعب عارف واجباته، لاعب مثال للاعب المحترف.
يعني هو مثال للاعب المحترف، يعني حتى إن كان أداؤه خارج الملعب أو أداؤه داخل الملعب هو مثال للاعب المحترف، واللي أنا شايفه إن هو كمان مثال للمدرب اللي هيبقى إن شاء الله هو خلاص خد الخط خلاص، وإن شاء الله هيبقى من المدربين اللي يعني هيوصل لبعيد جدا جدا، ومن الكوادر اللي إحنا أملنا فيها كبير إن نتقدم لمصر كتير إن شاء الله. كابتن عاصم، كابتن إبراهيم المصري برضو أكيد ابن من ولادك، عايز اتكلم معاك. كابتن ابراهيم اتفضل. كابتن عاصم ازاي حضرتك؟ الدكتور ازيك يا دكتور؟ لا كابتن ابراهيم المصري دلوقتي. هو دكتور برضه يا فندم. دكتور صح، انا اسف سوري صح. اتفضل. ازيك كوتش، ايه اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ نفتخر ان هم كمان دكاتره ومهندسين. فعلا. اتفضل يا كابتن ابراهيم. كابتن كوتش، حضرتك كنت قلت لي ان انت هتيجي الفاينل. ما جيتش ليه يا كابتن عاصم؟ والله حصلت ظروف عائليه، والله كان نفسي اتواجد في الفاينل، بس انا عندي ظروف عائليه هي اللي منعتني والله. يعني كابتن عاصم كل بطوله بيجي لنا فيها وبيدعمنا على طول، حتى في كاس عالم بيجي لنا وبيكلمنا ما شاء الله، هو معانا على طول، يعني هو اللي مربينا يعتبر يعني برضه. طبعا من كاس عالم. كابتن عاصم لك باع جزء في تاريخ كرة اليد. كابتن عاصم بنشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا النهارده، وفعلا دايما بنفتخر بالكبار، بكبارنا كابتن عاصم السعداني، كابتن الفي، وكل من له علاقه بكره اليد كبير، اكيد احنا كلنا بنفتخر بيه لان كلنا اسره واحده لكره اليد.